أرسل أحد المسلمين يسأل، قال: إن عن نبي الله حديثا فيه أن تصير الأمور أن تكونوا جنودا مجندة، جند في الشام وجند في اليمن وجند في العراق. فقال ابن حوال صاحب نبي الله: خر لي يا نبي الله. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يصطفي إليها خيرته من عباده. فإن أبيتم فعليكم باليمن، استقوا من غدره، الغدير اللي هو يعني تشربوا ماءه. قال: فإن الله توكل لي بالشام وأهله. فسأل سائل: هل هذا الحديث ينطبق على ثوار الشام وعلى ثوار اليمن وعلى ثوار العراق؟ أقول: لا. واحذروا تآويل الناس في أحاديث الفتن. أحاديث الفتن في الفتن، وقد يكون الحديث بذاته فتنة لمريض قلب يتبع فيه المتشابه والهوى. أولا، كيف نقول لا ليس في ذلك؟ أن النبي حين قال تكون جنود مجندة، أولا لا يكون جند إلا بأمير. في فرق يا أخواننا بين الجيش والجنود. يعني القرآن يتكلم على جنود أم على جيوش؟ في القرآن ماذا تقرؤون؟ جنود. ولله جيوش السماوات ولا جنود السماوات؟ حشر لسليمان جنوده ولا جيشه؟ شيء. ما الفرق؟ أتباعهم فرعون وجنوده، ما الفرق بين الجيش؟ الجيش من جاش يجيشه، هذا وجه من وجوه الهيجة، هاج، جاش الماء هكذا اندفق واندلق. إنما التجنيد طاعة وائتمار، مجند. واضح إخواننا؟ لله جنود السماوات والأرض. هذا يعني أن ما في السماوات والأرض مجند، لا يفعل إلا بأمر الله. أما الجيش من جاشة، فحركة الجيش حين يجيش هذا جيش، جاش يجيش. وتجد في العربية كثير من تصوير حركة الجيش وجحفلة الجيش وكردسة الجيش، هذا فقط يعني تصوير حال الجيش، إنما هو في أصله تجنيد، جندة. فحين يقول نبي الله جنود، هذا يعني أمراء. وعند نبي الله الأمراء أمراء الفرق والعصابات والأحزاب أم أمراء الأمة؟ فالحديث إن أصروا عليهم، الجنود المجندة جنود أمة المسلمين في اليمن، وجنود أمة المسلمين في الشام، وجنود الأمة في العراق، الجنود بتعريفتها، فجنود العراق وجنود الشام وجنود اليمن. سيقول القائل: يعني جيش المالكي اليوم وجيش بشار اليوم وجيش علي عبد الله صالح؟ قلنا له: من هنا يأتي الجهل. ومن قال لك إن الحديث عن هؤلاء أو عنك وعن أبيك وعن فرقتك وعن عصابتك؟ من قال؟ لعل الحديث عن حال كان أو حال سيأتي. من أراد أن يقضي أن الحديث في هذا فليقسم لنا الأيمان. يا أنا لا أقسم. واضح إخوان؟ إنما من ظاهر الحديث أن قال نبي الله جنود، هذا يعني أمراء. ولا يقر نبي الله أمراء العصابات وأمراء الفرق وأمراء الثورات في الشام. يا أخوانا الجنود أكم أمير لهم؟ أول أمير حمد بن جاسم وأردوغان وجورج صبر وأوباما والحلف الصليبي نتنياهو ومعاذ الخطيب والمرأة القضماني والمرأة الفلاني، عن أنه أمير؟ هل يقر نبي الله الفرقة والعصابات؟ وأنا أعلم وأسمع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا على الغنائم والغايات والرايات، صحيح؟ فأن سمعت جنود، لما قال النبي جنود، اسمعوا اسمعوني،
لما قال يوم ما قال جنود، كيف كان يعقل أصحاب نبي الله الجنود إلا بالأمراء؟ يعني ابن حوالة لما سمع الجنود هل خطر له خاطر إلا أمير وجنود، سلطان وجنود، وال وجنود؟ ويخطر في بال ابن حوالة عصابة وجنود، فرقة مرقت وجنود؟ فالحديث ليس لهم. ثم من قال لك إن الحديث عن هذا العصر أو هذا العقد؟ من قال لك؟ لعله كان أو سيكون. لما لم يكن؟ لما لا يكون أيام هارون الرشيد، أيام أن صار علي رضي الله عنه في العراق وجند الشام في الشام، لعله في هذا، فقاتل هؤلاء الروم وهؤلاء يعني الكافرين الآخرين قاتل. تقدر تقول هذه ليست في جند العراق وجند الشام أيام الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين؟ تقدر تقول؟ تقدر تقطع؟ لا تستطيع. فلما اشتهيت أن جعلتها في هذا؟ واضح؟ أيوة أحسنت أخونا، بيسأل فأين جند ليبيا؟ هذول ليسوا مسلمين؟ يعني عندهم ثم إن جاء متشهن فتشهى فاستدل بالحديث لهوى، أليس لمتشهن آخر من جند السلطان في اليمن أو العراق أو الشام أن يحتج بهذا الحديث لنفسه؟ ما يمنع جند العراق الساعة أن يحتج بهذا الحديث؟ ما يمنعهم؟ هواك أم هواه؟ وجند اليمن وجند الشام ما يمنعش؟ ما يمنع. ولكن أقول لك لا عليك ولا عليه ما لم يقتل الأخ أخاه. إن أردت أن تكون أنت أحد الجنود تقاتل الكافرين من أعداء الله ورسوله فيا ليت. إنما إذا أخذت بهذا فابتدأت بأخيك ممن شهد أن لا إله إلا الله فلست منهم ولن تكون ولا ينبغي لك. جند أي تطيع الله ورسوله وتقتل أمة النبي وبدأت بأمة النبي